كل سنة وحضراتكم طيبين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد المولد النبوي الشريف. متعودين في ان احنا نسعد بالابتهالات الدينية، متعودين في ان احنا نسمع الابتهالات الدينية ونقول قد ايه، ونقعد يعني نبقى فرحانين ومبسوطين بسماع الابتهالات الدينية، يمكن علشان بتخلق طقوس موجودة معانا، واحنا دي حاجة اتعودنا عليها كمصريين، متعودين ان احنا نحتفل بالمولد النبوي ونسمع الابتهالات حاجات كتيره قوي مننا طبعا. احنا طبعا يعني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. دايما كمان الامسيات الدينيه في المساجد، ونتذكر اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ونكلم ولادنا ونقول له كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل في مثل هذه المواقف، ازاي كان بيتعامل مع الجيران، ازاي كان بيتعامل مع اهل بيته، زي ما كنا بنتكلم في مقدمه الحلقه النهارده، ازاي كان بيتعامل مع الاطفال. كل الحاجات دي محتاجين دايما نذكرها ونكثف كمان من ذكرها في هذه المناسبه، بالاضافه طبعا الى الابتهالات والاناشيد الدينيه. خلينا نرحب في فقرتنا اللي منورنا طبعا في الاستوديو في هذه الفقره، المنشد الديني الشيخ علي تمام. صباح الخير عليك يا شيخ علي. صباح النور يا استاذ محمد. يا اهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب. حضراتكم بخير والساده المشاهدين بخير. يا اهلا بيك. طبعا احنا هنتكلم طبعا عن حياه سيدنا النبي وسيره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في هذه الايام المباركه. لكن لو نبدا بابتهال تمام او انشوده من الاناشيد. حاضر. سيدي يا رسول الله، يا خير خلق الله، وإذا تكلم أخجل البدور، وإذا ركع أو سجد يقول أمتي، وإذا ركع أو سجد يقول يا غفور. إذا كنت في باب النبي فلا تخف، وإن عارضتك الجن يا خل والإنس، تقرب لأقوام يدينون حبه، وباعد أناسا قد تخبطهم مسوا، فإن محب الحق يأوي لأهله بلا ريبة، فإن محب الحق يأوي لأهله بلا ريبة، والجنس يعرفه الجنس. الله، فتح الله عليك. الله يكرمك. ابتدينا من امتى؟ بالنسبه للانشاد يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، من وانا صغير كنا بنعمل مجالس في البلد وحضرات طبعا مع المشايخ ومع العلماء، علشان بس الناس اللي دايما بتبدع هذه الامور بتبقى مجالس كلها ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ المشايخ الكرام يعني يقدموني، كنت أنا بأذن وأنا صغير وكنت بصلي بالناس بفضل الله، فبدأوا يقدموني للإنشاد، وبدأت أسمع بقى الإبتهالات والمدائح النبوية، فكانت من هنا البداية يعني الحمد لله. طيب في هذه المناسبة يا شيخ علي،
من أين نبدأ في الحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم، والله في مثل هذه المناسبة المباركة الشريفة العطرة، يعني نسأل الله أن يعيدها علينا وعلى مصرنا بالخير واليمن والبركات. واجب على كل مسلم أنه يبدأ مع أولاده بسيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أتكلم معهم مين هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يتعامل صلى الله عليه وسلم، ونسب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم للأسف يعني تبقى غايب عن الكثير من الأطفال ومن الشباب ومن الكبار، وبنشوف ده باللحظة في البرامج السوشيال ميديا والكلام ده كله، لما بيسألوا مثلا عن اسم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كامل، أو مين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أو مين أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني للأسف بالله كتير مش عارف، مش يعني في كتير ما بقاش عارفين مين هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يلا نبتدي بنفسنا ونقول. طيب حاضر. فهو الواجب يعني على كل واحد، كل أسرة مسلمة، أنه يعلم أولاده سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار. ده اسم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وأم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة. فنسب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نسب طاهر ونسب شريف صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو حضرته اللي ذكر ذلك، فقال إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل. اصطفى الله عز وجل من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فاصطفاه الله سبحانه وتعالى من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. فنسب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نسب طاهر ونسب شريف صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طيب لما نيجي نتكلم مع أولادنا ونبتدي نتكلم عن نسب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون من الصعب أنهم يبقوا حافظين السلسال بتاع النسب، لكن من السهل جدا أنهم يشوفوا أو يسمعوا مننا تصرفات سيدنا النبي إزاي كان بيتعامل، وأخلاق سيدنا النبي إزاي كان بيتعامل، ومعاملة سيدنا النبي مع الآخرين. أعتقد ده من السهل أنهم يشوفوه في تصرفاتنا وبعدين يبتدوا هم يطبقوه. أكيد طبعا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما قال الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وزكاه الله سبحانه وتعالى في كتابه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. فلم يكن صلى الله عليه وسلم غليظ الطبع، ولم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا في قوله أو عمله، ولا متفحشا ولا صخابا. صلى الله عليه وسلم لم يكن صخابا يرفع صوته في الطرقات والأسواق كما نشاهد في طرقاتنا وأسواقنا، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يجزي السيئة بالسيئة، ولكن صلى الله عليه وسلم كان يعفو ويصفح. وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما صلى الله عليه وسلم، ولا ضرب امرأة صلى الله عليه وسلم. وما رؤي صلى الله عليه وسلم منتقما في مظلمة ظلمها ما لم تنتهك محارم الله تعالى، فإذا انتهكت محارم الله تعالى كان من أشد الناس غضبا صلى الله عليه وسلم. بتاخد بقى من صفات سيدنا النبي وتحط في كلمات الإنشاد وفي كلمات المدح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بتاخد من صفاته وبتاخد من أخلاقه. أكيد طبعا. أكيد. وكان صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا يبشر المظلومين الذين لا يستطيعون دفع الظلم عن أنفسهم، ويقول لهم ما ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته كان بشر من البشر يتعامل كما يتعامل البشر. أنا ومنا في بداية الحلقة كان في مهنة أهله. بالضبط كده صلى الله عليه وسلم. فإزاي كان بيعلمنا وبيدي دروس للبشرية لكل الأجيال. أكيد اللي جات من بعده، إن إحنا نساعد زوجاتنا ونساعد في البيت. مش معنى كده إن الزوج يرجع من الشغل من بره بقى داخل متعصب وإنتوا ما عملتوش،
صح. مفيش الكلام ده، فكان بيعمل كل حاجة بإيده كمان. أكيد طبعا، كان دائما صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله، فكان يرقع ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته صلى الله عليه وسلم، وهو رحمة مهداه كما قال الحق سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيب لما بتيجي تبتهل ولما بتيجي تغني في مدح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بتفضل تغني عن إيه؟ حاجة أنت كاتبها ولا حاجة حد كاتبها لك، ولا بتشوف الحاجات الكلاسيكية اللي تعودنا عليها من وإحنا صغيرين وبنسمعها ومرتبطة في أذهاننا؟ لا والله، هو دايما يعني بنشوف الحاجات اللي هي المشايخ قالوها أو المدحين أو المبتهلين الكبار قالوها، وبنبدأ ناخد منهم ونبدأ نقول زيهم يعني، أو بنحاول نقول زيهم، مش هنقول إن احنا بنقول زيهم يعني بالضبط. بنحاول دايما نسير على نهجهم كده ونقول يعني. طيب ممكن نقول إيه دلوقتي نسمع سادة المشاهدين؟ إن شاء الله نقول إيه العم اللي أحمد يوم طلعت المشهد إن شاء الله، نختم بيها إن شاء الله. على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شفيع لنا يوم القيامة إن شاء الله. اللهم أمين. إيه العام اللي أحمد يوم طلعت المشهد، كل الأمم تشهد أنك رسول الله. إيه العام اللي أحمد يوم طلعت المشهد، كل الأمم تشهد أنك رسول الله. نبينا الزين والله زين، له انشق القمر نصفين. نبينا الزين كله زين، له انشق القمر نصفين، وعرج ليلة الاثنين إلى الحضرة وبيت الله. وإيه العام يا أحمد يوم طلعت المشهد، كل الأمم تشهد أنك رسول الله. سيدي قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي، حبيبي قال يا ربي سؤالي أمتي بعدي، وسامحهم من الذنب وغفار الذنوب الله. وإيه العمل يا أحمد يوم طلعت المشهد، كل الأمم تشهد أنك رسول الله. ما أحلى يوم الميلاد، راح موجة للعباد. ما أحلى يوم الميلاد، فرحة وجت للعباد، عمت كل البلاد يا ابن عبد الله. وإيه العمل يا أحمد يوم طلعت المشهد، كل الأمم تشهد أنك رسول الله. ارحم محبينك عاشوا على دينك، ارحم مادحينك عاشوا على دينك. ما أحلى سواد عينك هيمتنا اي والله. ويه العمل يا أحمد يوم طلعت المشهد، كل الأمم تشهد أنك رسول الله. عليه أفضل الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فتح الله عليك. وعليك يا أستاذ محمد. احنا مش هنختم بقى خلاص، انت ختمت خلاص يا شيخ علي. الله يعز حضرتك، كل عام وانتم بخير. شرفتنا ونورتنا، وكل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب وبخير، والسادة المشاهدين بخير. نورتنا وشرفتنا، شكرا لوجودك معنا. عفوا.